أعزائنا المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. نحييكم ويتجدد لقاؤنا بكم وبرنامج حوار فكري نناقش فيه بعض من قضايا الفكر والثقافة. ضيف حلقتنا اليوم هو الأستاذ الدكتور عبد الرحمن عبد السلام، الأستاذ بكلية الألسن جامعة عين شمس، والأستاذ بكلية محمد بكلية أحمد بن محمد بقطر، ورئيس أعضاء هيئة التدريس نادي أعضاء هيئة التدريس بكلية أحمد ابن محمد بقطر. أهلا بك دكتور عبد الرحمن. أهلا بك يا دكتور. وسعدنا بزيارتك للكويت. ربنا يحفظك. مشاركتك في مهرجان ربيع الشعر العربي. تسلم ربنا. نسخة 11. بارك الله فيك. وصولك على الجائزة نهنئك. الله يخليك. في مجال النقد. بارك الله في حضرتك. وكما أرحب بك ضيفا في هذا اللقاء. يا أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. أعزائنا المشاهدين، فاصل قصير ونعود لنكمل حوارنا مع ضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور عبد الرحمن عبد السلام. لا تذهبوا بعيدا. نجدد التحية لكم أعزائنا المشاهدين، كما نجدد الترحيب بضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور عبد الرحمن عبد السلام. أهلا بك مرة أخرى. أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك. نعم دكتورنا العزيز، للشعر العربي كما تعلم خصوصية من ناحية السمات الجمالية، كما أن للذائقة الجمعية أيضا خصائص تجعله مرتبطا بهذا التراث. ألا يحفز ذلك أن تكون لنا نظرية نقدية عربية بعيدا عن اللهاث وراء مناهج النقد الغربية التي تختلف روحا وثقافة عن ثقافتنا؟ أشكرك على هذا السؤال المهم للغاية، ذلك أن سؤالكم يمس كبد الحقيقة النقدية وما تفعم به من إشكاليات في اللحظة الراهنة. النقد الأدبي حينما يطرح في علاقته بالنقد الغربي بصفة عامة وهو يبدو لاهثا وراءه، يقتفي أثره ويحاول أن يمسك بتلابيبه في كل جزئياته دون أن يكون هذا الإمساك عميقا في أمور كثيرة وفي جزئيات كثيرة، يبدو مشكلة. لكن النصفة تقتضي أن نقول أن إشكالية النقد ينبغي أن تطرح بوصفها جزئية ضمن إشكالية أكبر، وهي سؤال النهضة. ذلك أن سؤال النهضة هو الذي يمس بشكل قريب وعميق قضية العلاقة بين الشرق وبين الغرب. ونحن في مرحلة يبدو الأفق المعرفي والنقدي والعلمي العربي والحضري بصفة عامة أفقا مشغولا بتقليد الآخر الذي سبقه في الأمور كلها تقريبا، وكما تقول القاعدة فإن المغلوب مولع بتقليد الغالب، ونحن في هذه المرحلة مولعون حتى الثمال بتقليد الآخرين الذين قطعوا أشواطا كبيرة للغاية في هذه المسافات وهذه العلوم المختلفة. من هنا تأتي قضية المثقفة بين نقدنا العربي وبين النقد الغربي بصفة عامة، ويبدو عندنا اتجاهان بارزان، اتجاه مع هذه المثقفة حتى آخرها. صحيح. مبررا ذلك بمقولة المعاصرة، ومبررا ذلك بوحدة الحضارة الإنسانية ووحدة المعرفة الكونية التي نعيشها في هذه المرحلة، وبالتالي فإن نظريات النقد الغربي التي صيغت وفق المفهومات والأطر الحضارية الغربية من وجهة نظرهم هي نظريات صالحة لكل النصوص الأدبية على مستوى العالم، فليس ثمة ما يعيب أخذنا لهذه النظريات وتطبيقها على شعرنا أو على أدبنا العربي. إذن العملية متشابكة ومعقدة. العملية إلى حد كبير جدا معقدة، لكن الأمانة تقتضي أيضا القول أننا في هذه المرحلة ينبغي أن نواجه أنفسنا بحقيقتنا، وأن تكون هناك لحظة حاسمة نتوقف فيها عن تقليد ذلك الآخر، وأن نمتلئ ثقة حقيقية بما يمكننا أن ننجزه نحن وأن نضيفه نحن إلى النقد الأدبي العالمي، انطلاقا من محليتنا العربية، ارتكازا على تراثنا النقدي العربي العميق بتقليبه وتمحيصه
وأخذ ما يفيد منه وتطوير هذه النظريات دون أن نغفل هذه النظريات الغربية الأخرى التي لا شك أنها أسهمت إسهاما كبيرا في تطوير منظور النقد الأدبي في علاقته بالنص بصفة عامة. إذن النقاد عليهم عبء كبير كبير، لكن النقد ينبغي أن يكون مؤسسا على رؤية فلسفية ورؤية حضارية، أين نحن وإلى أين نحن ذاهبون. يعني ليست الرؤية فقط أدبية بل حضارية. قولا واحدا، الرؤية الأدبية هي في نهاية الأمر رؤية جزئية من رؤية حضارية نهضوية عامة. جميل. تشمل جميع المناحي المتعلقة بالحضارة العربية، ومن ثم طرح النقد الأدبي بمفرده ربما يكون جزئية مجتزأة وليس شاملة للرؤية التي ينبغي أن يطرح في إطارها بصفة عامة. أنا أحييك على هذا التلخيص العميق لهذه النقطة فعلا. شكرا. وهذا يجعلني أن أدخل إلى هذا السؤال المتعلق بما سبقه. صدق. وهو النقد الحقيقي هو إبداع يوازي إبداع النص. و يعني أنا دائما مهتم بهذه النقطة. نعم. يعني الشاعر يولد شاعرا. نعم. فهل الناقد يولد ناقدا؟ قولا واحدا، كما هو مستقر في الأعراف الأدبية أن الموهبة ذات وجهين. نعم. إذا كان وجهها إيجابيا فهي عادة تتجلى في انعكاسات إبداعية. نعم. شعرا ورواية وقصة ومسرحا. نعم. إلى آخره. أما الوجه الآخر فعادة لا يكون إيجابيا وإنما يتخذ الوجهة الأخرى فيصبح صاحبه ناقدا، لكن الأمر يتعلق بأصالة هذه الموهبة. من هنا النقد موهبة تصقل بالعلم والمعرفة والدربة والخبرة والممارسة، وبالتالي لا يكون صاحبها ناقدا حقيقيا ما لم تكن هي مولودة معه وأصيلة فيه، وما لم يكن هو قائما على صقلها وتهذيبها وتعميقها وتوسيعها وتطويرها بالمعارف والنظريات المتجددة دائما دون أن يغفل التراث أيضا. إذن الموهبة أولا، قولا واحدا الموهبة أولا، بعد ذلك دون موهبة الدراسة لا تصنع ناقدا. نعم. الدراسة قد تصنع باحثا. نعم. لكنها لا تصنع ناقدا. نقطة أخرى وهي النقد يجمع بين الفن والعلم. قولا واحدا، النقد يجمع بين الفن والعلم، لكنه في أصله فن. في أصله فن. في أصله فن. العلمية. نعم. علاقتها بالنقد أنها تقلص الذاتية، تحجم الانطباعية، تبرر الأحكام وتمنحها استدلاليتها ومقبوليتها، فلا تصبح أحكاما ذاتية قائمة على الحب والكره، على العلاقات الشخصية، على ما دون ذلك من هذه الأبعاد الذاتية، لكن العلمية تحاول أن تمنح النقد قدرا من هذه الموضوعية ومن هذه الحقيقة التي هي نابعة من النص ومتعلقة به. جميل. ولذلك دكتورنا العزيز، حين يفتقد بعض النقاد إلى الموهبة في النقد ويقفون على بعض الاتجاهات وتقنيات النقد، فربما يأتي نقدهم يعني يمكن أن نسميه فبركة أو فهلوة، ويعني الساحة يعني فيها بعض هذه الأشياء للأسف. هذا التجلي الذي تفضلتم بالإشارة إليه. نعم. هو واحد من التجليات السيئة التي تفعم بها الحياة العربية في اللحظة الراهنة. نعم. وآفة هؤلاء أنهم ليسوا أصلين من ناحية. نعم. ولم يحسنوا تعليمهم من ناحية أخرى، وأنهم يرتزقون بهذه المسألة بشكل فج، وبالتالي هم يتعاملون مع المناهج النقدية على أن المنهج أكبر من صاحبه أو أكبر من مستخدمه، والحقيقة أن المنهج هو في نهاية الأمر رؤية قبل أن يكون أدوات وإجراءات ومفاهيم. نعم. النقد رؤية تلزم صاحبها بأن يقصد إلى قصد النص وأن يتعامل معه في علاقة شائكة وعميقة، وبالتالي هؤلاء يتعاملون مع النصوص بتلفيق لأنهم لم يفهموا أصولها على النحو ثابت. نعم. على النحو الصحيح، على النحو السليم. جميل. جميل. وحتى الغاية عادة لا تكون بدرجة. نعم. كبيرة غاية علمية أو غاية نقدية. نعم. أو غاية أدبية، إنما يتمثلون هذه الأشياء في ظاهرها لتبرير أشياء أخرى. نعم. ندخل إلى كتابك الذي نلت عليه جائزة مؤسسة عبد العزيز المبطين، وهو فتنة التأويل المتنبي من النص إلى الخطأ. نعم. الذي أدرته حول هذه الشخصية الأسطورية المتنبي. نعم. سنعود إلى هذه النقطة، ولكن اسمح لنا أن نخرج إلى هذا الفصل القصير. تفضل. أعزائنا المشاهدين، لا تذهبوا بعيدا، لدينا في هذه الحلقة مزيد من الأسئلة الفكرية والثقافية
مع ضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور عبد الرحمن عبد السلام. ابقوا معنا. نجدد التحية لكم أعزائنا المشاهدين، كما نجدد الترحيب بالأستاذ الدكتور عبد الرحمن عبد السلام. أهلا بك مرة أخرى. أهلا بحضرتك يا معالي. سعدنا بهذا اللقاء الممتع المثري. الله يخليك. وهذا الحوار الخصب العميق. تسلم. بارك الله فيك. دكتورنا الحبيب، في كتابك فتنة تأويل المتنبي من النص إلى الخطاب، والذي نلت عليه الجائزة نهنئك عليها ونثمن هذه المحاولة النقدية وهذه الجرأة المتميزة. ربي. وأنا الحقيقة يعني حين رأيت كلمة، حين قرأت كلمة المتنبي، يعني سألت نفسي أما زال هناك مساحات في التجربة الإبداعية للمتنبي إلى الآن؟ إلى الآن. لم تطأها قدم باحث؟ شكرا لك على هذا السؤال. هو السؤال فتنة. نعم. لكنني أستمحك عذرا قبل أن أبشر الإجابة عنه. نعم. بتمثل قول المتنبي أو قول أبي العلاء: إني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل. نعم. فلا أزعم أنني آت بما لم يستطعه الأوائل، لكنني أزعم أنني في هذه التجربة العميقة والأصيلة تمثلت ما قلته سابقا في قضية النقد الأدبي تنظيرا وتطبيقا. نعم. هذا الكتاب ربما يأخذه المتنبي له كله، لكن حقيقة الكتاب أنه في التأويل. في التأويل. هذا الكتاب عنوانه فتنة التأويل، والذي يدرك هذه العبارة المجتزأة من العنوان يعلم يقينا أن القضية الجوهرية في هذا الكتاب هي قضية التأويل بامتياز. نعم. وهي قضية تردنا إلى قضية المنهج النقدي، ذاك الذي أسلفنا الكلام فيه سابقا عن قضية النقد وعن قضية المنهج. نعم. النقدي. نعم. وفتنة التأويل مقتضاها أنني وصلت إلى مرحلة من الاقتناع بالقضية المنهجية التأويلية، وصل حد الافتتان بها والتفنن فيها. وبالتالي المتنبي هذا العظيم الكبير الذي شغل الدنيا وملأ الناس كما هو معلوم ومعروف، لا يعدو بالنسبة لكتابي أن يكون مسرحا تم الاشتغال فيه وعليه. هو عملية إنفاذية للرؤية وللمنهج الذي آمنت به وقعدته، وأحسب أنني في شأنه قد أضفت جديدا، وحاولت من خلال هذه الإضافة أن أفكك إشكالية المنهج النقدي. هل يمكن أن نقول أن المتنبي كان بمثابة الروح أو الطاقة التي صاحبتك في هذا العمل؟ هذا المتنبي الجميل فيه أنه من الثراء والخصوبة بقدر كبير يمنحك حالة من الأريحية والاستعذاب للألم وأنت تمارس النقد عليه. حينما تنفذ إجراءاتك النقدية وفق ما أطرته أنت من بلاغة للتأويل، ووفق ما أطرته أنت من إجراءات تتعلق بالنص وإجراءات تتعلق بالخطاب، لأن الكتاب في جوهره إنما حاول أن يجيب عن أسئلة لعل أبرزها: كيف يمكننا أن نقدم رؤية نقدية كلية لنص شعري؟ ومن ناحية أخرى كيف يمكننا أن نبني المعنى وفق آليات معينة في النص، وأن نؤطر الخطاب وفق آليات مضبوطة في الخطاب؟ ومن ناحية ثالثة كيف يمكننا أن نضبط ميكانيزم العلاقة بين سلطة النص وسلطة القارئ، بين البنية وبين التاريخ، بين أفق القارئ وأفق النص؟ هذه المساحات المتداخلة، هذه الخطوط العريضة التي بني عليها العريضة، هذا هو الروح المنهجية التي تشكلت البلاغة. نعم. بمعنى الكفاءة العامة، النظام العام الحاكم للمنهج، والإجراءات بمعنى الآليات المنفذة على واقع النص. نعم. كان كله محكوما بهذه الروح. نعم. في عبارة موجزة. نعم. دكتور عبد الرحمن، في رأيك ما كلمة السر في سطوة المتنبي؟ إذا أردنا نضع عنوانا سينمائيا أو هكذا، يعني إذا صح التعبير، سطوة المتنبي هو كما قالوا عنه كالملك الجبار. سطوة المتنبي تأتت من أصالة الموهبة وجبروتها. هذه موهبة جبارة للغاية، تسقط على المعنى كما يسقط الملك الجبار غير مبالية بأي شيء،
لكنه ربما يغفل الناس عن أن الحقيقة التي خلدت المتنبي هي تلك الروح المتوثبة نحو التحرر والحرية. المتنبي في جوهره ليس مداحا كما يزعم الذين يتعاملون معه سطحيا، إنما هو في حقيقة أمره مقاومة. المتنبي فعل مقاومة، فعل رفض واحتجاج. المتنبي قدم النموذج الأعلى، النموذج الأمثلة للإنسان المتحرر، المتحرر من الفقر، المتحرر من قيود المجتمع، المتحرر من قيود الآخر، المتحرر من قيود المال، المتحرر من قيود السياسة. المتنبي إشكاليته أنه أتى في عصر يوسم بأنه عصر السقوط والانهيار، وقد حاول المتنبي جاهدا أن ينتشل أمة بأجمعها، أن ينتشل الإنسان بعمومه في أرجاء الإنسانية من خلال رؤاه وأطاريحه الأدبية الشعرية التي بثها في الديوان من أوله إلى آخره. وهذا هو سر خلوده، ليس كما يقولون أنه كان طالب مال أو مدح دواوين، كما يقولون. والعبرة حقيقة ليست بأن يمدح أو أن يتغزل أو أن يصف، العبرة كيف مدح، وهل أبدع حين مدح أم لا. هذه النقطة التي ينبغي أن نتوقف عليها. المتنبي دكتورنا الفاضل عظمته في أنه أسطر الأشياء التي تبدو تافهة، وصل بها إلى حدود الأسطورة. فمدح المتنبي هو الأسطورة العربية في تجليها الأعظم، هذا الذي يخلق من الأشياء البسيطة أيقونات بحجم الإنسانية، بحجم الإنسان في تجليه، ربما بحجم الكون. ولذلك نحن ننبهر أمام المتنبي حينما يتكلم عن معنى قد يكون ملقا في الطريق على حد عبارة الجاحد الشهيرة، لكنه يأخذ هذا الذي يلقى في الطريق فيعيد صياغته مرة أخرى ويرقى به رقي الأنبياء تقريبا إلى هذه الدرجة العبقرية التي تجعله يتسلل إلى خلايا الذاكرة الإنسانية وإلى وجدان الإنسان العربي وخبايا النفس في كل مكان. فكثير من الناس يرددون حكمه وهي ليست أحسن شعره، لكنهم يتمثلونها في مواقف كثيرة دون أن يعرفوا أن هذا كلام المتنبي أو أن هذه الأشياء لهم. ومرة أخرى أنا أريد أن أشاء وأن أركز على أن حكمة المتنبي هي شيء عظيم، لكنها ليست أعظم شعر المتنبي. العظيم في شعر المتنبي هو ذلك الذي يتمثل الذات الإنسانية ويرتقي بها رقيا لا نهاية له، ويرى نفسه فوق الصعوبات، ويرى نفسه فوق التحديات كلها. ومن هنا توجهت النفوس من حيث لا تشعر لكي تتماهى مع هذا النموذج، النموذج الخفي والجلي الذي جعل هذا الرجل الذي لم يكن أبوه سوى سقاء عادي يرى نفسه فوق الملوك والأمراء، يجلس في مجلس سيف الدولة وكل الناس حاضرون معه، ثم يقول سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدمه. هذا ليس مجرد شاعر، هذا إنسان يحمل مستوى الشخصي. دكتورنا الحبيب، ربنا يخليك، هذا الحوار المثري العميق النافع الخصب، والحقيقة أنا قد أعددت محاور كثيرة، ولكن أعذرني لضيق الوقت، والوقت المسموح لنا قد نافذ. فأشكرك وأتمنى لك المزيد من التفوق والتألق في حياتك النقدية والإبداعية. لك خالص تقديري واعتزازي، وسعدنا بك في هذا اللقاء. شكرا معالي الدكتور. وأحب أفاق البلاد إلى الفتى أرض ينال بها كريم المطلبي، وهذا هي أرض نلنا بها كريم المطلبي. لك كل الشكر ونحن نشكرك على القناة الربطة الثقافية، كل الشكر والتقدير. شكرا لك دكتور. أعزائنا المشاهدين، في ختام هذه الحلقة أتوجه بالتحية والتقدير إلى الأستاذ الدكتور عبد الرحمن عبد السلام، الأستاذ بكلية الألسن جامعة عين شمس، والأستاذ بكلية أحمد بن محمد بقطر. كما أتوجه بالتحية لكم، دمتم في أمن الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.